بنتي نورة بقت ابني نور. ابنك نور؟ ابني نور. ازاي؟ ازاي ده ربنا مش يعني. لا ازاي بقت ابني نور؟ انا مش هقدر اقول لك ازاي. عمل التحويل يعني؟ بيت اتحول لسه. بيت اتحول؟ بيت اتحول. انا ما استغربتش ابدا ان هتتحول، لان من ساعه ما اتولدت كنت أنا شايف انها جسمها جسم ولد، حتى اول يوم ما مسكتها يعني. وكنت على طول بشك في الحكايه دي، لغايه ما في يوم من الايام، وده شايف انه شجاعه منها وجراءه منها، خصوصا ان احنا في مجتمع الحاجات دي صعبة بالنسبة لهم. قوي. فجت قالت لي، واللي قالته لي قالت لي انا عايشة في جسم غير جسمي. بس لما قالت لك كده انت يعني استقبلت الخبر ده ازاي؟ قلت لها انا المطلوب مني ايه بس، لان انا متأكد ان يعني زي ما بيقولوا هو اللي بيصورنا في الأرحام يعني ربنا. طبعا لا، ما دي حاجة مالكش يد فيها ولا البنت ليها يد فيها، بس هي الجرأة ان انت تجهر بيها. يعني اخواته بيتعاملوا معاه ازاي؟ عادي جدا دلوقتي، كلنا بنتعامله كأنه رجل ولد وهو ولد، وانا بشجعه على انه يكمل حياته زي ما هو عايز. بتطلب ايه من المجتمع ليتقبل ابنك كده؟ انا ما اقدرش اطلب من المجتمع يتقبل ولا ما يتقبلش، انا بس عاوز اقول لهم الله يكون في عون الابن اللي كده او البنت اللي كده، ويكون في عون اهلها.